يقول حسام: لماذا لم يتمكن العلماء من تفسير ألف لام ميم وإلى آخر ذلك؟ هم تكلموا بأقوال، لكن وجه الحق والصواب يعلمه الله، ولا يستطيع شخص أن يقطع أن قوله لا صح. وقد سيقت للتحدي، فكأنه قيل: ألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية، فضلا عن سورة، فضلا عن قرآن كريم.